السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار من عاصمة الخبر، أهلاً بكم. أبعد الجيش الصيني مدمرة أمريكية أبحرت قرب جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، وأثار دخول المدمرة الأمريكية المياه الإقليمية في البحر الصيني الجنوبي رد فعل غاضبا من بكين، واعتبرت أن هذا الأمر ينتهك سيادة الصين وأمنها، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها واشنطن مدمرة عسكرية في بحر الصين الجنوبي، حيث أرسلت من قبل المدمرة بيونفولد منتصف شهر يوليو من العام الماضي. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الجدير بالذكر أن مركز مصر الثقافي الإسلامي أحد أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث الإمكانيات العالمية، ويهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي. اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا اللقاء سيمهد لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين. وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين في وقت سابق من الشهر الجاري على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين. شن عدد من الطائرات غارات جوية على مواقع في ريف مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرق سوريا، وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الغارة الجوية قصفت قاعدة عسكرية على الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الشرقي. وأوضح مراسلنا أن عمليات استكشاف قامت بها طائرات في سماء مدينة البوكمال السورية عقب عمليات القصف. انتهى الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. حبيبي.